هات يا حبيبتي. ليك يا دينا، هو انت مش كنت مبسوطه ان انت هتعملي العمليه؟ ايه يا حبيبتي؟ كلمي كلمي، هترتاحي. قولي مالك؟ صعبان عليا ياسر ان هو اتاخد من وسطينا كده بعد اللي عمله معانا. صعبان عليكي ولا حبيت ايه؟ افرضي ان انا حبيته ويلعب في كده. لا هو مش عيب، هو الحب مش عيب، بس احنا ما نعرفوش وما نعرفش جه منين. ايوه بس كفايه اللي عمله معانا، كفايه ان هو اداني امل في الحياه بعد ما كنت كل يوم بستنى الموت. طب مش ممكن يكون هو عمل كده خير مش حب؟ يعني انت عايز كفايه حد تاني عشان نخلص منه؟ وادفع تالت ورابع. التسليم ده مش سهل، لازم تخططي له. واحنا خططنا له قبل كده، ايه اللي حصل؟ خططنا له وما نجحتش، نقوم نعمل تاني من غير كمان. انا عمري ما عملت معاكي حاجه وحشه. ما عملت سليم. عملت. يخرب بيتك، صباح الفل. تمام ها؟ لا انا كده اطمنت عليك. اطير انا بقى، اشوفك بالليل. باي باي. تعالي هنا، انت بتعملي ايه؟ ومين الواد ده؟ صاحبي. صاحبك؟ تعالى مشي. هو انت بتشربي مخدرات؟ وانت مالك انا بعمل ايه؟ وانا بسالك انت بتعمل ايه ولا بتروح فين؟ انا مش عيله صغيره. لا عيله صغيره، ما انت بتعملي كده تبقى عيله صغيره ولازم تربي من اول وجديد. تعالي هنا بكلمك، الواد ده ما تعرفيهوش تاني، والزفت اللي علمك الشديد ده انا هبطلهولك بطريقتي. فاهمه ولا لا؟ لا مش فاهمه. واللي انت بتقول عليه عيل صغير ده انا هتجوزه. تتجوزي مين يا بنت انت؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ يلا اترمي فوق، اترمي فوق. مفيش نزول وطلوع الا بنتي. فاهمه ولا لا؟ يلا يلا